السلام عليكم أعزائي الفلة، وانت تعرفني دائما وطالبكم بشعرنا الخالد في التعاليق. الله الوطن الملك. اولا الف الف مبروك لو بيرجي بروفيسيونيل، وانا تنقول ليه بيرجي بروفيسيونيل لانه سارح محترف تبارك الله عليه، هو مهدي قزار. خرجنا عاوتاني واحد الخرجه، وبغيت بعدا اولا جو فو لو فيليسيتي، مبروك عليك كرسي او عضو في مجلس الدوله او البرلمان داخل دوله بوسعاده او دوله الكبرانات او دوله الحسين الكرعين. شحال ما عيرتي المغرب، وشحال ما سرحتي المغبون مهتوك العراض الحمراء والبراء، وشحال ما تترقى الكبرانات يرقيوك وتزيدوك في الفلوس. تبارك الله هذاك الشيء راجع لكم بيناتكم. هير هي خرج بواحد التصريح، والله العظيم انا مش عرفت واش تعرف تفهم في شي حاجه ولا لا، ولا انا كنت نظن انه تفهم شويه في الاقتصاد. ساهنايا فهمني بان استنتجت بانه لا يسوى ولا يفقه شيئا. نسمعوه ونجاوبوه دقه. Aujourd'hui, on est attaqué de toutes parts parce que nous réussissons. On est attaqué de toutes parts parce que l'Algérie grandit à vitesse grand V. On est attaqué de toutes parts parce que on dérange le système mondial actuel. Parce que être. Voilà. On dérange. Monsieur, pour qui vous vous prenez? Mais d'être sous ouf l'arbre. Hadi, dis-moi de la grosse tête. Tu m'as ou ma, d'okra, dis-moi d'ak المشكل ديال الكروكوديل، الفم كبير واليدين صغار. مشكلة عندكم لو فينومين ديال الكروكوديل. اخي هل تعلم بان واحد يورو تيسوى 255 دينار؟ هل تعلم بانك الدخل كله ديالك القومي ديالك البي بي ما تيفوتش 180 200 مليار دولار في السنة، ويمكن اقل من هذه كاع شوية؟ هل تعلم بانك الاقتصادات تيديروا اكثر من 200 مره هادشي اللي تديروا انت؟ ودول صغيره، دول صغيره، ما مشيش لاشين ولا ليزتاتوني ولا لانجلتير ولا حتى لا فرنسا ولا اسبانيا. نمشيو حنايا لدويلات صغيره بحال قطر، بحال الامارات العربيه المتحده. اما السعوديه فايتك بزاف، قال لك دق دها فايتك بزاف. Vous dérangez pas, c'est pas parce qu'on vous a pas permis. Mais je prends le BRICS, mais j'ai dit que je fais le BRICS, mais je ne sais pas si je fais ça. Ou là, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Le BRICS, c'est que je suis un peu plus de temps. Le BRICS, c'est que je suis un peu plus de temps. Le BRICS, الامن والامان داخل البلاد تيقول لك غادي يدخل عندنا ولا ما يدخلش عندنا. والاكسبيريونس دارتها الهند، عندكم مشكل مع الهند، ما عندكم حتى مشكل مع حتى واحد. الهند هي اللي ما قبلاتش الاول، اللي ما قبلكمش، لانه جاو شركات هنديه كبيره جاو استثمروا في الجيري، و مع الكبرانات هما اللي تيتحكموا في الاقتصاد، داروا لهم مشاكل وحيدوا لهم الاستثمارات ديالهم، وباقي لحد الان نتوما عندكم مشاكل في المحاكم الدوليه مع الهند. عارفين ما كاينش استقرار المستثمر الى جاء لدوله بوسعاده او سرح البواسل الكرعين، ولهذا ما يقدرش. كملوا عاوتاني معك شويه. ان ايتا سوفرين اي افوا اون سوفرينتي ايكونوميك اون سوفرينتي اليمونتير اي اون سوفرينتي انرجيتيك ان ميم طون ان 2024. انا بغيت نفهم واحد القضيه والله العظيم. سوفرينتي انرجيتيك و سوفرينتي ايكونوميك. ليكونومي ماشي حيت صدرتي واحد ربعه الكرتونات ديال البوغا تارتيني ولا كريمه تارتيني وكوفيتير، وعند راسك راك مصدر ولا عندك شي حاجه قوه اقتصاديه ما مفهوماش، اولا قوه سوفرينتي اليمونتير هي اكتفاء الذاتي ديال التغذيه. سؤال، واش اللي تيجيب الغبرة ديال الحليب من اوغندا ومن فرنسا عنده اكتفاء ذاتي؟ انا من تكذب بون كذب سرح لي الحمراء والبراء.
واش اللي تيجيب اللي كان تيصدر رجلين الدجاج وما بقاش الدجاج دابا رجع تيجيب الدجاج هو مجمد من البرازيل. اخر الازمات اللي كاينين العدس واللوبيا قالها الرئيس ماشي حنا اللي قلناها. اخر ازمه اللي حضرنا ليها هي البارح والبارح هي ازمه العجلات ازمه القهوه ما كايناش. القوه ديالك وانتايا غارق في الاوبئه والامراض بحال الكوريرا والسيدا كيف يعقل بلد غارق في هذه الامراض عنده قوه اقتصاديه وبغى يكون حتى هو قوه استراتيجيه في العالم. انت قتلت لك الكوليرا او نيفو انرجيتيك كاينين مناطق في الجنوب ما تيوصلهمش الغاز وانت هي اكبر مصدر للغاز يا خويا تبارك الله عليك انت والله الا سراح بروفيسيونيل سراح بروفيسيونيل. Citez moi plusieurs pays, j'en vois pas des masses qui avaient été et l'Algérie en fait partie. Donc maintenant l'Algérie fait peur par rapport à ses résultats et uniquement par rapport à l'Algérie ne fait peur à personne. الجزائر لا تخيف احدا. هي الجزائري الكبرانات يخيفون المواطن المغبون المهتوك العرض هذا هو اللي تخيفون. اما شي واحد حنايا راه كلشي اللي وراكم راه ليكزومبل الاخر هو المالي شبع فيكم معيار عارفين المستوى ديالكم وعارفكم عندكم عقده الكروكوديل الفم الكبير واليد الصغيره كلشي تعرفكم ماذا تسوون في العالم ولا تخيفون احد ايزون بور ولكن تبارك الله عليك انت كولونيل ماجور ديال السريح ومن هنا تنقول لهم خلي بوتقبا هاشتاق خلي بوتقبا ينبح بحال هذا وعاش الملك الله الوطن الملك وسير النجاي.